مساء الخير جميعا. مهدي عبد الله يتتبع تاريخ كرة المملكة من خلال أسئلة شيوخها. في كتابه الصادر حديثا يتقمص القاسم المترجم مهدي عبد الله دور المؤرخ ليؤرخ سير كرة مملكة البحرين بمختلف معالمها من خلال روايات شيوخها المسنين، إذ لجأ عبد الله في كتابه وجوه من القرية لإجراء سلسلة من اللقاءات من أواخر الثمانينات القرن الماضي حتى بدايات الألفية الثالثة مع أشخاص من مختلف قرى البحرين، وتضمن كل لقاء السيرة العلمية والحالة الاجتماعية للشخص إلى جانب أيضا من المعلومات التي يدلي بها الشخص والتي تتطرق لقريته كأصل تسميتها وعيون المياه فيها وأبرز المزارع والبساتين إلى جانب أمكنة العبادة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والصناديق الخيرية وأهم المعالم التي تشتهر بها القرية، وذكريات كل شخص عن أحداث ومواقف جرت له شخصيا أو وقعت في قريته وكان لها وقع عليه وهو على المجتمع. وهو يجيء كتوثيق أنثروبيولوجي تطرق بمضامينها للثقافة الشعبية ومختلف الأمور الأنثروبيولوجية التي أسهمت وتسهم في تكوين إنسان تلك القرى. وقد اشتغل مهدي عبد الله خلال مسيرة توثيقه هذه اللقاءات بكثير من العناء والمشقة مع الحرص والدقة على أن يوثق كل كلمة ويذكر كل معلمة ويتناول كل قضية أو حادثة تاريخية، وذلك من خلال عمل دأب عليه بكل شغف متنقلا من قرية إلى أخرى ومن سوق إلى مثله حتى جمع هذا الكم الهائل من المعلومات والأحداث التي تعكس سيرة بلاد وشخصيات. ويأتي هذا الكتاب على سلسلة من الكتب التراثية والأدبية والمترجمة التي أصدرها المؤلف على مدار السنوات الماضية. نعطيكم نبذة، طبعا كلكم تعرفون مهدي عبد الله بس نعطيكم بعد نبذة عنه. مهدي عبد الله قاسم ومترجم حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وعلى دبلوم في القصة القصيرة من أحد المعاهد الأمريكية. عمل سكرتيرا لمجلس إدارة شركة أسري لأكثر من 30 عاما. متقاعد حاليا ويعمل محررا ومترجما متعاونا مع الصحف المحلية والمجلات الخليجية. أصدر الكتب التالية: مذكرات بالجريب مستشار حكومة البحرين سابقا عام 1991، نكهة الماضي عدة أجزاء عن تاريخ حكاية البحرين، تجربة قصص قصيرة 1999، قصص مختارة من الأدب العالمي مترجم الجزء الأول 2002، قصص مختارة من الأدب العالمي مترجم الجزء الثاني 2006، ساحل القراصنة مترجم بالاشتراك مع فاروق أمين 2006، قصص هاربة مجموعة قصصية 2010، قصص قصيرة من الأدب الأمريكي الحديث 2011، الضفة الثالثة من النار قصص قصيرة من أمريكا اللاتينية 2015، قصص من الأدب العالمي 2017، وجوه من القرية 2017. رئيس النشاط الثقافي بمركز شباب جد حفص، عضو أسرة الأدباء والكتاب ورئيس لجنة الترجمة فيها، عضو مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، عضو جمعية تاريخ وأثار البحرين، شارك في أمسيات قصصية وندوات أدبية في كل من الكويت والأردن والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. أقام ندوات أدبية وتاريخية بجمعية تاريخ وأثار البحرين وأسرة الأدباء ومركز شباب جد حفص ومركز كانو الثقافي وعدد من المدارس. فتفضل. شكرا على التقديم. طيب، مساء الخير جميعا. سرني أن ألتقي بكم الليلة أقدم لكم عرضا حول كتاب وجوه من القرية، كتاب الأخير لي. في البداية أشكر جمعية المنبر التقدمي على دعوتها الكريمة لي، وأخص بالذكر الأخ العزيز الأستاذ خليل يوسف رئيس الجمعية
وهو صاحب فكرة دعوتي لتقديم ندوة في هذا المنبر. كما أشكر الأستاذ فاضل الحليبي واللجنة الثقافية، وأشكر مقدم الندوة. بالنسبة للكتاب، هذا الكتاب مثل ما ذكر الأخ هو عبارة عن لقاءات ومقابلات مع أشخاص من قرى مختلفة من البحرين. هذا غلاف الكتاب. الغلاف صممه الفنان ورسام الكاريكاتير عبد العزيز الحلال، هو فنان قدير وله خبرة في التصميم والإخراج. الكتاب صدر سنة 2017، وقد أصدره مركز ابن ميثم البحراني الذي يديره الشيخ محمد المكباس، وتكفل المركز بطباعته. قام بإخراج الكتاب نفس الشيخ محمد المكباس، وساعده في الإخراج الأخ جعفر حمزة. بالنسبة للكتاب يتكون من 700 صفحة، وجميع الصور اللي فيه هي من تصويري بكاميرتي الشخصية أو من الصور اللي وفرتها أنا شخصيا. نبدأ بسيطة عن الكتاب. مثل ما قال الأخ، يشتمل على سلسلة من اللقاءات أجريتها من أواخر الثمانينات حتى بداية الألفية الثالثة، يعني على مدى تقريبا 13 سنة، مع أشخاص غالبيتهم من كبار في السن من مختلف قرى البحرين، في قرى من محافظة المحرق، قرى من محافظة العاصمة، قرى من محافظة الشمالية، قرى من محافظة الجنوبية. يتضمن كل لقاء السيرة العملية والحالة الاجتماعية لكل شخص، ومعلومات عن قريته كأصل تسميتها وعيونها ومزارعها ومساجدها ومآتمها ومدارسها وناديها وصندوقها الخيري وأهم معالمها. طبعا هذه اللقاءات أجريت قبل حوالي 20 سنة وأكثر، ذلك يعني لها أهمية توثيقية وأهمية تاريخية. كما يتطرق الكتاب إلى ذكريات كل شخص عن أحداث ومواقف جرت له شخصيا أو وقعت له في قريته، كذلك العادات التي كانت سائدة آنذاك كتقاليد الزواج والحلاقة والختان والولادة، وسائل التنقل، إضافة إلى المهن القديمة كالزراعة والغوص وصيد السمك وبناء المنازل وغيرها. هذه اللقاءات تلقي الضوء على الجهد الكبير والمشقة التي كان يلقاها أباؤنا في الماضي في سبيل تحصيل الرزق. يعني على سبيل المثال، يعني في شخص من الأشخاص قابلته هو من قرية سلماباد. سلماباد طبعا قريبة من مدينة عيسى. كان هذا يقول إنه يمشي يوميا من بيتهم في سلماباد إلى معمل التكرير حتى يعني يزاول عمله هناك، ويرجع بعد في الساعة 4 أو الساعة 3 العصر إلى البيت مشي. يعني طبعا مسافة طويلة، يعني كان الله في عونه. يعني هاي مثال بسيط على المشقة اللي كانوا يعانونها أجدادنا في سبيل تحصيل الرزق. حيث أن هذه اللقاءات جريت في فترة التسعينات وما قبلها أو ما بعدها بقليل، فإنها تعتبر توثيق لتلك الشخصيات والقرى التي ينتمون لها في تلك الفترة. عدد الأشخاص الذين قابلتهم يزيد عن 125 شخصا، من بينهم 3 نساء. طبعا يمكن يعني استغربون قلة عدد النساء
لأن من الصعب خصوصا في التسعينات تحصل امرأة كبيرة في السن تجري معها لقاء وتصورها، يعني فمو شيء سهل يعني. ف يعني اللي قدرت يعني أقابل وأغطي 3 نساء. عدد القرى التي يعني غطيتها أكثر من 50 قرية من مختلف مناطق البحرين، وعدد صفحات الكتاب 700 صفحة. الحين بنستعرض بشكل سريع بعض الشخصيات اللي قابلتها. قبل هذا في شكر لكل من ساهم في ظهور هذا الكتاب، مركز بن ميثم البحراني، أشخاص الذين ساهموا في صف الكتاب، الأستاذ محمد بخيت وجريدة أخبار خليج. أستاذ محمد بخيت يعني هو اللي فتح لي المجال للكتابة في أخبار خليج في صفحة أخبار القرية، وكان يعني مستمر معي في الكتابة وشجعني باستمرار على المواصلة، فله الشكر الجزير والله يعطيه الصحة والعافية. جريدة أخبار خليج الأستاذ يوسف فاخر من قسم الأرشيف والقسم الأرشيف بالكامل، والجريدة نفسها المخرجين، وهذا الفنان عبد العزيز الحلال مخرج الغلاف. هذه أول شخصية في الكتاب، الحاج أحمد بن علي العكلة، هذا من قرية عراد، وأجري اللقاء سنة 1989 يعني قبل حوالي 30 سنة. هذا الرجل عاصر سنة الطبعة اللي وقعت في البحرين، اللي غرقت فيها سفن كثيرة وراح ضحايا عشرات بل مئات من البحرين ومن الخليج أيضا. هذه سنة الطبعة وقعت سنة 1925، فهو هذا الرجل عاصر سنة الطبعة ويروي ذكرياته وانطباعاته عنها. أيضا هذا الرجل عاصر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة اللي هو الحاكم الأسبق، وكان يراه يسير على صهوة حصانه عندما يمر على قريتهم عراد. من معلومات عن القرية يقول اسم عراد مشتق من أرادوس، كلمة أرادوس، ولوزها لوز عراد دا يدخله الدود. طبعا يعني بعض المحاصيل الزراعية فيها اللي هو اللوز لما يدخل الدود على قولته. هذا وجه ثاني من قرية قلالي، سلطان بن عيسى المناعي، أجري اللقاء سنة 1995. يقول كنا نذهب إلى عراد ونركب العبارة إلى المحرق. طبعا في خليج عراد يفصل بين عراد و مدينة المحرق، فكان الناس يركبون العبارة من عراد إلى المحرق. يقول دخلت الغوص وعملت في بابكو واشتغلت ناطور لأكثر من 20 سنة. هذا الرجل بسيط ويعني وعامل وفقير يعني هذا. فمثل ما بتلاحظون ان معظم الشخصيات او معظم الاشخاص اللي قابلتهم هم بسطاء فقراء، وغالبيتهم غير متعلمين ايضا. هذا وجه من عين الدار في جد حفص، اجريت اللقاء سنة 1989، اسمه سيد سعيد آل اسعد. هذا يقول أن جده كان أول من أسس مصنع لإنتاج الأدوية الشعبية، الأدوية الشعبية اللي هي ماء اللقاح وبقية الأدوية، ماء الشاترة، ماء الحندبان وغيرها من الأدوية. يقول معظم الأدوية المنتجة تفيد الجسم وبخاصة القلب. هذا وجه من قرية الدير،
أجري اللقاء سنة 1989 الحاج عبد الله علي الحماقي، لا يزال يمارس مهنة صيد الأسماك رغم أن عمره تجاوز 70 عاما. يعني هي من معاناة اللي كان يلاقيها آبائنا وأجدادنا، يعني عمره 70 سنة ولا زال يشتغل في صيد الأسماك. يقول في الشتاء كنت أرتدي 3 ثواب للتحصن من البرد الشديد. طبعا البرد ديك الأيام ما كان في دفايات ولا كان في يعني بيوت حجرية وهاتقيهم من البرد، فكانوا يتحصنوا مساكين بالأثواب البسيطة، يلبس 3 ثواب. يقول بعضهم كان يلبس الخياش بعد خيش. وجه من قرية الديه الأستاذ حسن العكري أو الملا حسن العكري، وهو والد الأستاذ عبد النبي العكري. أجريت اللقاء معه سنة 1991. كان هذا الأستاذ أحد المدرسين الذين درسوني في مدرسة جد حفص الابتدائية. كان يدرس تربية دينية ودرس حصة المشاهدات. يقول حصة المشاهدات ضرورية للترويح عن الطلاب وترغيبهم في المدرسة. طبعا في هالحصة المشاهدات يطلعون الطلاب من الصف خارج المدرسة إلى المزارع والأماكن القريبة من المدرسة، يتفرجون وبعض الأحيان يرسمون المناظر اللي يشوفونها. من الأشياء اللي قالها بعد في اللقاء، الديه كانت تسمى البدعة، يعني قديما كانت الديه تسمى البدعة، وأبو زيلة أكبر أحيائها، أكبر فريق فيها كان يسمى أبو زيلة حسب كلامه. يعني وجه من قرية سماهيج الحاج خليل إبراهيم آل حبيب، يقول أعرف مناطق تواجد كل نوع من الأسماك. هذا أيضا صياد سمك وعنده خبرة طويلة في صيد الأسماك. يقول أعرف مناطق تواجد كل نوع من الأسماك. يقول طبعا تكلمنا عن زواجه وعن، يقول مهر زوجتي كان 350 روبية 35 دينار يعني. وجه من قرية عالي، هذا اللقاء جريته سنة 1991 مع السيد حسن سيد ماجد. يقول كنا نقطع مسافات طويلة يعني من عالي إلى عوالي لنجلب الصخور على ظهور الحمير لصنع النورة. هذا الرجل كان عنده مصنع نورة، النورة اللي يستخدم في البناء مادة. يقول وهذا يدل على مشقتهم أيام زمان، يعني مسافات طويلة وفوق ظهر الحمير يعني يجرب. هذا وجه من قرية القدم، سيد عدنان سيد كاظم، أجريت اللقاء سنة 1991. هذا أيضا من الأشخاص البسطاء. يقول عمل صباغ ومزارع وأخيرا في مكافحة البعوض والحشرات هي اللي يسمونها الفليت أو DDT. هذا الوجه من جد حفص، سيد كاظم سيد شرف، هذا الرجل عنده دكان من أقدم الدكاكين في جد حفص، اشتغل حوالي 50 سنة في العمل في الدكان. يعني من الشخصيات الاجتماعية المعروفة والشخصيات الدينية في جد حفص. يقول يكره الجلوس في البيت ويستخدم الدكان كمجلس للقاء أصحابه. كان عنده مجلس في الدكان يعني اجتمع فيه أصحابه، وكان يعني من ضمن الأشخاص اللي يستقبلهم أسبوعيا الشيخ عبد الحسن آل طفل رجل الدين الله يرحمه. هذا وجه من قرية الشاخورة،
أنا شفت قبل شوي سيد عدنان موجود له؟ موجود. ها أي وجه من قرية الشاخورة ومن عائلة العصفور بعد. الحاج علي سلمان العصفور أجريت اللقاء 1991، يقول الشاخورة كانت مليئة بالمزارع الغنية بالفواكه والخضروات. من ضمن المواقف اللي صادته يقول قط شرس تسبب في وفاة أخي الرضيع. كان أخوه الرضيع نايم معاهم في الحجرة أو في العريش في الليل في الظلام، وجاء سنور شمخ الطفل وعضه مسكين فتخرع، ومن الخوف والذعر مسكين يوم ثاني توفى من الحوادث المأساوية يعني. ومن الأشياء الطريفة يقول حاولت قطع التدخين ففقدت البصر. هذا الحج كان مدمن على التدخين، كان أول شيء يدخن السجائر وبعدين قام يدخن النارجيلة، بعدين حاول يقطع التدخين يقول شعرت بوجع راس، أول شيء حاد في راسي، في اليوم الثاني يقول سمعت نوع المطارق تضرب على راسي، يعني ما قدرت أصبر. في اليوم الرابع يقول فقدت البصر، يعني ما هذا يعني طبعا مو صحيح أنه فقد البصر من التدخين. يقول بعدين لما رجعت للتدخين رجع لي البصر. ولحد لما قابلته بعد كان لا يزال يدخن. هذا وجه من جزيرة سترة، الأستاذ عيد جاسم آل صلاة. يقول سترة اشتهرت بالعيون الطبيعية وصناعة المديد. تكلمنا في اللقاء عن عيون سترة، وهي عين الرحى وعين بقية العيون، عين الخضرة وعين يعني مذكورة أسماء العيون وتفاصيل عنها. أيضا سترة مصنوعة مشهورة بصناعة المديد، تكلمنا عن صناعة المديد. المديد هو الحصر يعني جمدة. يقول تزوجت وعمري 15 عاما وأنا طالب بمدرسة الصناعة الثانوية. طبعا الشباب في ذيك الأيام يتزوجونهم وأعمارهم صغيرة، هذا الزواج هو طالب عمره 15 سنة. هذا وجه من قرية عراد، الحاج عيسى بن علي الخنجر. يقول عملت مزارع لأكثر من 40 سنة في عدد من مزارع عراد. 40 سنة وهو يشتغل زراع. يقول القرية اشتهرت مزارعها بالرطب الخنيزي الكبير الحجم. طبعا قرية عراد مشهورة بهذا النوع من الرطب، رطب الخنيزي. وفي مثال بيت مشهور، بيت شعبي مشهور يقول يا شارب من ماء الطبع وماكل خنيزي عراد. ماء الطبع بعد أحد العيون اللي في عراد. هذه من ذكرياته. هذا رجل من السنابس، وهو رجل عصامي لكن موهوب هواية الرسم، ومالي بيته ما شاء الله لوحات فنية رسمها، ويعني فنان قدير وتعب على روحه. يقول في بيتي أكثر من 70 لوحة فنية بالألوان. يقول اتخذت من مجلس بيتي معرضا وغرفة نومي مرسما. يعني شوف يعني أنه كان حريص على الرسم، ورغم ضيق الحال وهذا كان غرفة النوم يرسم فيها، المجلس كان يعرض فيه اللوحات. يقول تأثرت بالبيئة البحرينية في لوحاتي. سيد عباس عيسى مرهون. هذا وجه من قرية بوري، الحاج محفوظ عبد العزيز. أجري اللقاء سنة 1983.
93 يقول: كان السفر إلى المدينة المنورة يستغرق 8 أيام كاملة، هذا بالمناسبة مقاول الحج، يعني هذا مقاول أيضا لزيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران. طبعا السفر قديم كان مشقة، وكانوا يعني يسافرون بالبحر أول إلى الخبر، وبعدين من الخبر إلى مناطق ثانية، ويستغرق الرحلة إلى المدينة المنورة 8 أيام كاملة. الأشياء اللي تكلمنا عنها مزارع بوري، يقول: بوري اشتهرت بساتينها التي تغطي احتياجات البلاد من الخضار والفواكه. بوري كان فيها مزارع كثيرة وتغطي احتياجات البلاد. هذا شخص من قرية أبو صيبة، الحاج عبد المجيد علي محمد، يقول: اشتغلت أستاذ بناي وشيت 20 بيت في أبو صيبة وحدها. هذا من أساتذة البناء، وهي المهنة القديمة للآباء، وبنى 20 منزل في أبو صيبة. من أشهر طبعا هذه الحرفة الحين انتهت يعني تقريبا، يعني بناي هو عاد موجود يعني. من أشهر مزارع القرية كرندل والصبخة، ومن عيونها عين برني وعين مرحل. تكلمنا عن مزارع القرية وتكلمنا عن عيونها، ويعني معالم أبو صيبة. هذا وجه من قرية جد حفص، الحاج مهدي أحمد السماج والد الأستاذ رضي السماج، كان في بيتهم مصنع لصناعة ماء اللقاح، ويقول: صناعة ماء اللقاح انخفضت بسبب انكماش المساحة المزروعة. طبعا ماء اللقاح يعتمد على الجروف النخيل، ولما يقل عدد النخيل المزروعة يعني تنخفض الصناعة هذه. كان عند يقول: أقنعت والدي بإدخال الراديو إلى المجلس، مجلس الوالدة يعني، الاستماع إلى نشرات الأخبار. هذا طبعا في الخمسينات، مجلس والده الحاج أحمد السماج الله يرحمه، من أقدم وأشهر المجالس في جد حفص. أدخل فيه الراديو في الخمسينات الاستماع لنشرات الأخبار. كانوا طبعا يستمعون قبل إلى لندن بي بي سي، ويستمعون إلى إذاعة لهواز لهي إيران، يستمعون إلى الأخبار وإلى يعني المعلومات الدينية اللي تبثها إذاعة لهواز. يقول: ما زال مجلس المرحوم الوالد عامرا برواده من مرتلي القرآن في رمضان. مجلس عائلة السماش لا زال موجود لحد الحين، في رمضان يفتح ويستقبل رواد من مرتلي القرآن ومن أهالي القرية ومن خارج القرية أيضا. وجه من قرية السهلة، حاج محمد علي شبيب، دكتور حسن هني، تعرف هذا الشخص دكتور؟ هاي من السهلة الشمالية ولا جنوبية؟ الشمالية. هذا اللقاء جريته معاه سنة 1998، حاج محمد علي شبيب. هذا كان مختار لقرى السهلة وبقوة وببهام. أبو بهام اللي هي الحين أعتقد عداري تسمى، عداري. أبو قوة طبعا اللي هي الملاصقة أو المجاورة للسهلة الفوبية. يقول: ورث هذا المنصب عن أبي، يعني كان حتى المختارية
بالوراثة يعني، يقولوا أرث هذا المنصب عن أبي. يقول السهلة كانت مشهورة بالجمال ورعايتها. هذه السهلة في كان في يربون فيها ويرعون جمال ويرعونها. وأتذكر أنه كان في المناسبات الاجتماعية كالزواج والعزاء مراسم العزاء كانوا يذبحون الجمال ويقدمونها ولائم للضيوف وللمعزين. من المواقف الطريفة اللي صادته، يقول اشتغل سائق تاكسي وفي احدى المرات نسى احد الركاب بطة بالسيارة. هذا كان سائق تاكسي وركب معه واحد وزوجته، ركب معه من الجفير، قال له انا ابغى اروح القضيبية، فنقل بالسيارة، نقلهم بالسيارة الى القضيبية، حول هذا الراكب ونسى البطة ونسى شنطة بعد. البطة يقول السائق باضت وفي شنطة بعد يعني في الصغيرة في هذا في السيارة. فتحت الشنطة شفت فيها فلوس وشفت فيها أوراق وهذا، فقلت أحسن شيء أوديها مركز الشرطة. وداها مركز الشرطة، كان مركز باب البحرين في المنامة، وداها للضابط جاسم عبد الكريم بن جاسم الله يرحمه، وأعطاه الشنطة وقال له هذه البطة بعد يعني في السيارة. فقام الضابط فتش في الشنطة، شاف فيها بطاقة العمل مال الرجال. بطاقة العمل هذه كان من وجد فيها أنه يشتغل في بابكو، فاتصلوا في بابكو وعرفوا الرجال واتصلوا فيه وجاء مركز الشرطة واخذ الشنطة واخذ البطة مالت البيضة. زي يقول الضابط قال لهذا الراكب، حد عطى كرامية، عطى الرجال كرامية يعني، يقول شال لي يعني فلوس وعطاني كرامية ما قص. هذا وجه من قرية صدد. صدد من قرى المنطقة الغربية المحافظة الشمالية بالقرب من شهركان والقرب من المالكية. الحاج حسن فاضل حسن يقول عملت فلاح لأكثر من 50 سنة ولم أتخلى عن هذه المهنة. صدد من القرى القديمة التي تشتهر بكثرة المزارع. تشتهر صدد بعين صخاري الغزيرة التي تصل سيبانها إلى الزلاق. طبعا صدد قريبة أو تبعد شوي عن الزلاق وعن شهركان، فكانت تصل سيبانها العين هذه إلى الزلاق. في توثيق لبعض المناسبات، دخلت الكهرباء إلى القرية رسميا عام 1961. هذا وجه من جد حفص، وجه نسائي معروف، الأستاذة زهرة مصطفى مديرة أول مدرسة للبنات بقرى المنطقة الشمالية، كان لها دور رئيسي في إنشاء أول مدرسة، افتتاح أول مدرسة للبنات لقرى شارع البدية بالكامل، جد حفص والسنابس والدي وحتى أيضا كرانة والشاخورة وأبو صيبع كانوا كلهم يدرسون في مدرسة جد حافص. يعني لعبت دور رئيسي على تشجيع الفتيات على الدراسة، وكانت مديرة المدرسة ومدرسة في نفس الوقت في بعض الفترات، ويعني لها دور فضل كبير على الأهالي في المنطقة. تقول مهنة التعليم متعبة وصادفتني عقبات ومشاكل كثيرة مع الأهالي،
الرافضين دخول بناتهم المدرسة. طبعا الآباء والعقليات في الخمسينات والستينات بداية الستينات كانوا يرفضون إدخال بناتهم المدرسة، يعتبرون عيب، بعضهم يعتبرونه حرام، لكنها يعني بفضل صبرها وفضل جهودها وجهود يعني أهالي المنطقة من الرجال يعني نجحت في دورها، ويعني استمرت المدرسة وتوسعت شيئا فشيئا، وبني يعني مرافق ثانية في المدرسة لأن صارت طابق ثاني. بعد مدرسة جلحافس انتقلت إلى مدرسة السنابس وصارت مديرة لها، بعدين انتقلت لمدرسة السنابس الثانية وصارت مديرة لها، اشتغلت حوالي 30 سنة في سلك التربية والتعليم. الله يعطيها الصحة والعافية. وجه من قرية سلم آباد، سيد محسن سيد حسين العلوي يقول كنا، هذا الرجل يقول كنا نقطع المسافة من سلم آباد إلى معمل التكرير مشيًا على الأقدام. مثل ما قلت المسافة طويلة وفي مشقة عليهم، لكن يعني في كفاح، في يعني إصرار على العمل وحب العمل. يقول كان مهر زوجتي 30 روبية وحفل الزواج كلفني 5 روبيات. طبعا تزوج هذا في خلال الحرب العالمية الثانية، كان فترة القحط وفترة الفقر الشديد. من ضمن الأشياء اللي يقولها في حفل الزواج، طبعا يقول حفل الزواج كلفني 5 روبيات، وهذه 5 روبيات مستلفنها من زوجته بتعمه، سوى جريش ووظيفة بسيطة للأهالي. هاي من الحوادث يعني الذكريات الشيقة، من الذكريات المأساوية، من الحوادث المحزنة فيها حادث البالوعة الذي راح ضحيته 3 رجال في سلم آباد. شلون صارت الحادثة هذه؟ إن في تكرم بلاعة يعني مكشوفة، فراح البيت جاب عامل حتى يعني هذا ولا طلع يشيل الماي، يشيل الأوساخ اللي فيها ينقلها. فقبل لا يدخل هذا صاحب البيت طلع على هذه الحفرة من زود ريحتها، وهذا طب داخل، فجل عامل مسكين وشافه وقام مد إيده إليه يبغى يطلعه، فطاح إياه في البالوعة. جاء واحد ثالث بعد بينقذهم، وبعد مسكين نفس المصير طب داخل البالوعة، رائحة كريهة جدا وخانقة، ويعني رواسب سوائل كلش نتنة. وهذه بعدين جاء واحد رابع بعد وطب إياهم، بس الحمد لله ما مات. واحد خامس بعد جاء من برا وشم الريحة وتأثر. المهم 3 رجال توفوا في هذا الحادث المأساوي. هذه شخصيتين بعد من مدرسة جد حافظ، مدرسة سارة بجد حافظ، شخصيتين نسائيتين، أستاذة علوية حسن العلوي والأستاذة رقية منفردي. هذين من مدرسات القدماء مدرسة سارة ابتدائية للبنات اللي هي كان أصل اسمها مدرسة جد حافظ. يقولون نشعر بالفخر عند تفوق طالباتنا والتحاقهن بالدراسة الجامعية. أستاذة رقية اللي هي على اليمين
تقول كان مبنى المدرسة صغير في بداية افتتاحها، طبعا بعدين توسعت المدرسة صارت من طابقين وأكثر من مبنى يعني. أستاذة العلوية تقول الطالبات في الماضي كنا مؤدبات وخجولات بعكس اليوم، طبعا حسب كلامها أن بنات اليوم شقيات يعني فيهم شقاوة فيهم يعني شيطانة أكثر. الشخصية الأخيرة وجه من جد حافظ الحاج عبد الله عبد الرسول، هذا والدي العزيز الله يعطيه الصحة والعافية، من الشخصيات الاجتماعية المشهورة في جد حافظ، وهو صاحب مكتبة الريف الثقافية، وهي أول مكتبة تأسست في قرى البحرين، وكان لها دور كبير في نشر الثقافة والعلم وتشجيع الطلبة على الدراسة، وكان يلتقي فيها الشباب يقرؤون الكتب ويشترون الكتب ويقرؤون المجلات. تكلمنا عن المكتبة، تكلمنا عن ذكرياته الأخرى مع نادي جد حفص، هو أحد المؤسسين لنادي جد حفص في الخمسينات، وكان اسمه جمعية الرابطة الجعفرية. يقول افتتحت مكتبة الريف لحاجة المنطقة لمحل الكتب والصحف القرطاسية، المكتبة أيضا كانت تبيع القرطاسية للأهالي، لأهالي القرى مو بس قرية جد حفص وإنما بقية القرى في البحرين. في بعد وقت أو شيء؟ بس في بعض الطرائف يعني اللي صادتني وأنا أجري هذه اللقاءات، من ضمنها في واحد رجال شايب من قرى من قرية من شارع البدية، قلت له بسوياك مقابلة ننشرها في الجريدة هذا، فقال لا أول أبغى فلوس تعطيني. قلت له زي يعني بننشر عنك في الجريدة بنشهرك بحطون صورتك ومقال عنك وهذا، قال لا لازم تعطيني فلوس. فقام طلعت دينار وعطيته، قال أوكي الحين تقدر تصور لي وتأخذ مني أي معلومات. في رجال ثاني من قرية توبلي سويت إياه مقابلة وقعدت إياه حوالي ساعة كاملة ونأخذ معلومات منه ويعني وسجل ودون وهذا وتأكد المعلومات، قلت له الحين حجي بصورك حتى نحط صورتك في الجريدة، قال لا أنا ما أصور التصوير حرام. حيرني يعني، قلت له يعني هذا لازم يعني الموضوع لازم معه صورة وهذا، قال لا ما اسمح لي ما أصورنا، فاضطريت أصور الجماعة اللي هم معاه وهذا ونشرت اللقاء مع الجماعة بدون صورته. في شخص ثالث من قرية سند، هذا دلال في نفس الوقت خطيب يخطب يعني للناس وهذا، فلما سويت يا المقابلة قال لي ايش رايك لو اخطب لك واحدة، قلت له لا الله يسلمك انا متزوج ولا افكر في الزواج، قال لما حتى لو انت متزوج يعني الله حلل لك اربع يعني هتتزوج، قلت له لا انا ما افكر في الزواج ولا عندي فلوس اصلا الزواج حق زواج، قال لي فكر واشوف لك واحدة حليوة. قلت له مشكور ما ابغى الزواج، بعدين كل ما الاقي يقول لي شكرا. انا يشرفني طبعا حضور هذه الشخصيات وهذه الوجوه اللي اعتز اعرف الكثير منها واعتز فيها، وشرف لي ان
أقدم لكم ندوة في هذا المحفل، ويشرفني جدا أن تستمعون إلي. شكرا. على فكرة الكتاب موجود في مكتبة الريف، في جد حافظ اللي يحب يعني يقتني يعني هذا. تفضل. هذا الكتاب هدية إلى الجمعية. شكرا أستاذ مهدي على العرض الشيق وعلى انتقالنا إلى الوجوه القرية. أظن بعضكم عرف أشخاص وإحنا عرفنا أشخاص ثانيين. فأنا أتذكر المجمع من القرية كان بقال يجي من سنابس لسوق الخضرة يعني حمل بس الحمار يقوده ويجيب للسوق ويرجع البيت. فهذا بعد وجه من القرية. نعم ما أحد يحس صح. سويت أنا مقابلات مع أشخاص من سنابس، من ضمنهم واحد كان زراع بعد يعني مزارع اشتغل في دولاب العريض في السنابس يعني هذا، بس ما أذكر إنه كان ينقل يعني هذا بقال أو لا، بس يعني لمعلوماتك إن جدي أنا كان يعني يقوم كان بقال يعني كان هذا. كان عمل. هي عمل ينقل عمي ها اي اي كان الحمار يوصله للسوق القدرة وبعدين رجع ايه من سنابس هذا؟ والله ما ادري من سنابس او جد حافظ انا اجيب من القرية حمارة السيد يسمون الحمارة تعرف انت لازم يمر في فريجكم وياي لفريجنا. المهم نشكر الاستاذ مهدي على الاسبوع ده عندهم اسئلة نفتح باب الحوار. فمن السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ مهدي، وأنا أعرفك وأعرف الوالد من سنين يعني كنت يعني صغير أنا أجي المكتبة كنت أتذكر. أنا الشيء اللي بقوله ان الوالد كان يبيع مو جريده يعني مو جريده واحده ذيك الايام ما عندنا جرايد احنا كان لكن كان كنت انا اروح اشتري ثلاث اربع جرايد اتذكر كذي فما ادري هذه الجرايد يعني ما اتذكرها يعني انا الاهرام اشتريها الاهرام والحوادث بس يعني اوساها بس ما ادري هو يبيعهم يعني اي نعم الله يسلمك اي انا فانا مو متذكر يعني هذه فيعني كل شيء تمام يعني وبعدين ساعته مو موجود اروح انت موجود اي نعم اي فاروح اشتري هذا تقول لي اقعد اقعد انت تستهويني يعني تبى تسولف وياي يعني حاب واحد انه يشتري جرايد هذه في بعد عندي بالنسبة لهذه اللي يصور يبغى بيزات لازم إذا الصورة في واحد اسمه الكليتي هذا نجار يسوي يعني يسوي هذا أنا الزات مال نس مال جهال يعني هالأشياء وهذا مال مبخر فرحت له قلت له بس أنا هواية التصوير أول يعني كله أروح أصور وبدات هذا لين يعني فرحت له قلت له انا بصورك هلا يقول لي انت قربت لك المطرقه عندي قلت له زين ليش هذا بصورك انا شقي عندي كل يوم الا ابغى اصوره هلا يقول لي اذا تعطيني 5 ربيات قلت له باي 5 ربيات عاد هلا يقول لي ايه من قرب الا بالمطرقه بضرب المهم وانا قاعد احبل اليه بعدين حصلت صوره يعني من عند اللقطه يعني جدا رائعه من ضمن الصور هذا اللي وديتهم الى سيار قال لي هذه انا ابغيها بشتريها من عندك قلت له تشتريها من عندي انا حين يوم شفتها انا اعرف ان الصور يبيعونها باكل الحساب قلت له 100 دينار زمان عاد هاي ايام الاضواء
زين قلت له قلت له 100 دينار اللي يقول بل روح قوم 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 روح انت بتفكر عبالك روح انت مصور انت تفكر طردني يعني في اشياء بس في شيء اللي بقوله استاذ يعني الوجوه جدا رائع يعني ان واحد يعني يتفرغ له الامور جدا رائع على اساس لا يندثرون دلين وبعدين لعقوبهم يعني بعد بس انت لو ربط بالقرية اكثر ان كان افضل يعني الحين مثل انا مسوي على فكرة واجد هذه اي تهوين استهويها هذه السالفة حتى لدرجة نجمع تقريبا فوق 70 فلسكوب اكتب عنهم يعني وصور طبعا لما انتقلوني اخو شالوا الاول والتالي فشالوا هذين يعني هذين ثروتي انا عندي الازيد من هذا شالوا الالبومات الالبومات البناتي في يعني يعني مثل الواحد شنو مثل الواحد محترقين صور مع العرسة ما يرد يقدر يجي عرس مره ثانيه فيعني هذه امور يعني جدا روعه يعني اذا يعني الواحد يركز عليها انا بقول شيء ان الوالد جاب لنا يقول ابوه كلمه يعني جدنا يقول الاول يروحون الاول يبنون البيوت بفروش تعرف الفروش لا ما في طابوك اي كله فروش فيقول احنا نروح نقلع يعني الفروش يروحون من الفشوت هناك يضربونهم بالهذا ويطلعونهم يقول احنا في عز الشتاء ندز البوم مشحون البوم يقول بوم اللي هو يقصد طراد يقول ندز البوم كله احنا نفرين يقول انا ويا ابو عبد الشهيد لا الواحد جارنا مقابلنا قال ندز انا اربعانات وهو اربعانات يعني تشوف يعني يعني لو انت ربط يعني الامور هذه ان كان حتى بتذكر يعني مثلا العمله بتذكر هذه شيء جيد يعني انا اتمنى ان يعني مستقبلا يعني هذه تواصل فيها يعني بشكل اعمق شكرا شكرا استاذ ذكرني باسمك استاذ قاسم شنو قاسم الحلال قاسم الحلال ها حياك الله كنت اكتب في الوقت انا بس بعدين جالوا امور انت زوج الاخت زبيده ها حياك الله حياك الله يسلمك انا ما فاتني الا تقوله فكل لقاء يعني يمكن 5 صفحات 6 صفحات 7 صفحات يعني لقاء شامل عن القرية اللي ساكن فيها الشخص وعن معالمها يعني المساجد اللي فيها المدارس اللي فيها يعني المزارع اللي فيها حتى يعني المعالم اللي راحت اندثرت فيها العيون يعني العيون وعيون مزارع كلها أيضا طرقنا إلى السير العملية لكل واحد يعني وين اشتغل كم سنة زملاء العمل يعني حوادث الأشياء ذكرياتهم عن العمل وعن يعني المواقف اللي صادتهم في حياتهم والطرائف وفي كل شيء يعني موضوع شامل عن كل شخصية يعني هذا فأنا أعتقد غطيت ذا الجانب بالنسبة لسؤالك عن مكتبة الريف فعلا كان الوالد يجيب المجلات والجرايد ومن ضمنها الأهرام والأخبار والجمهورية طبعا هي في الستينات حتى مجلات الأطفال في الستينات مجلد سمير ده أستاذ خليل يذكر مجلد ميكي مجلد سوبرمان سندباد طبعا تواصل بعدين لمجلد ماجد ومجلد مجلات اللي طلعوا بعدين
في الستينات أيضا كانت مجلة الشبكة ومجلة الموعد ومجلة حتى المجلات المتفتحة، مجلة الشبكة، مجلة الموعد، مجلة روز اليوسف، مجلة صباح الخير، كان الوالد يجيبهم. حتى في كان مجلة اسمها الجنس يعني عليها أغلفة يعني فاضحة، كان الوالد يجيبها يعني. فهذا أعتقد يعني هذا جاوبت على سؤالك. تفضل. المكتبة أنت جيت مركز جد حافظ، مركز شباب جد حافظ، ما تدل المركز شباب جد حافظ، نادي جد حافظ القديم هني يعني تقريبا ملاصق إليه تقريبا هني. اي تقريبا في هني السوق، لا لما تمشي في السوق يعني على يدك اليسار بعد النادي او المركز على يدك اليسار لا زالت موجوده. ولو ان الوالد حين يشكو من قله البيع، قله القراء، وقله كل يشكو، مكاتب كثيره، مكتبات كثيره سكت، هو الظاهر بعد يعني بيتبعهم يعني. يعني صار للمكتبة يمكن حوالي 50 سنة أو أكثر. تفضل. تفضل الصاد. أنا عندي أول سؤال يعني بالنسبة لأسامي القرى، هل ذكر في الكتاب يعني أصول الأسامي يعني ولا ما ذكرت؟ إيه ذكرت، اللي يعني اللي قدرت أحصله ذكرت الله يسلمك. يعني في أسامي عربية، في أسامي فارسية. إيه نعم. أسامي تركية، أسامي يونانية. إيه نعم ذكرت الله يسلمك. نعم في لغط في الشارع صعب. إيه نعم. صحيح. هاي النقطة الثانية ذكر عن المسافات اللي كانوا يقطعونها مثلاً. إيه نعم. بعض القرى مثلاً. إيه نعم. أنا شو بس يعني المسافات مي بعيدة ترى. سلمى باد إلى الرفينري مي بعيدة. لا 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 ليش؟ أول كله كانوا يمشون الكروس يعني يقطعون الطرق يعني مو نفس الحين مثلا ناس يروح على شارع دوال مثلا. يعني أنا أعرف ناس كانوا من بني جمرة يروحوا لشهر كان. إيه نعم. زين أنا أقول يعني مو المسافة بعيدة، يقول مو نفس الحين المسافات يعني. لا. كانوا يضربون النوع مثلا العربي شو اسمه كروس يعني يضربون. مهما يكون يعني. الاختصارات عندهم كانت. مهما يكون مسافة طويلة يعني. فالحين ما كان في بديل يعني فأوريدي هم كانوا متعودين على المشي والرياضة والأمور هذه. السؤال الأخير هل ذكر على شهركان؟ يعني يمكن يطلع قبل ساعتين من بدء الدوام يعني حتى يوصل. ذكر على شهركان في الكتاب أستاذ؟ شهركان؟ إيه. إيه نعم وهذا والجماعة في نادي شهركان اللي هو نادي اتحاد الريف. إيه نعم. يعني طالبين مني أقدم عرض عن الكتاب مع التركيز على الوجوه اللي من كرزكان، وإن شاء الله يعني بيكون قريب إن شاء الله. أستاذ محمد حسين نصر الله يشرفني حضورك، يعني مربي الفاضل ومدرسنا وصديقنا وشرف لي يعني حضورك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يعني مع قول الأخ كنا أطفال هنا يعني عمرنا 8 سنوات. نزل من الحالة مرسة عبد الرحمن الناصر بالضبط نسبح إلي قلعة عرار. نعم. إحنا أنا لو فكر من الحالة إلي أنا أروح عرار خط طويل. نعم. لكن كنا نقطعها سباحة. نعم. فوق ذلك كان في خطر يسمونه الخيوسة. نعم. وهي البحر الرك. نعم. حطيلك تقيس فيه فكنا نخاف نسبح حتى سجرني يحك في الأرض. اي نعم. نمشي بسرعة نطلع منه. إيه فكان نعم. مثل ما قال الأخ التحرك بين القرى مناطق البحرين كان شورت كات. إيه يعني نعم. ما تقدر تقول مثلا الحين البديع وخلينا نقول وين بعيد مثلا. إيه نعم. يعني ما بدنا ما تاخذ لفة كلها الهايوي تاخذ بس كت عجيبة. إيه يعني سهل. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد أن أعترض على قول اللي سبقني بأنه ياخذ صورة ما سمح لها راعيها وذلك يبيعها. لازم حتى حتى خاط يقول انا هاي صوره راعيها بقى 5 ربيات عطني انا 10 ربيات لا 5 لـ5 بنقبلها. لكن هو خذها اختطاف وهذه كوبي رايت عندنا هنا المفروض ان نقول ارقى من كذا.
على العموم يعني هي فقاهة كما قال أنا أقول يأخذ يعني بصدر مو زين. نعم. أستاذي وأنت تغطي هذه الشخصيات هذا مجهود كبير. شكراً. شكراً لك. شكراً جزيلاً. لكن يا ليت إنك دخلت في هذا الموضوع. نعم. ما تواتر عليه الشيابنة في أحداث في البحرين. نعم. يعني مثلاً شياب محرق. أنت لو تكلمت على شنو صار في محرق مثل سنة في حارثة عندنا صارت صدقة أو زكاة. يدخلون في عمارة يعطونهم هو يطلع عشان لحد يأخذ لبن وهو يفتح العمارة لمدة ساعتين مثلاً يسكرها التاجر عقب يعطيهم خمس ربات وما يطلعون فتصار فيه ذبحة وماتوا فيها أشياء أكيد حدث ذلك في القرى مثل ذلك فالشخصيات هذه هنا بالنسبة لنا وبالنسبة حق المجتمع ومستقبلاً هؤلاء يعني غير معروفين لكن أحداثهم اللي تواترت عنهم بتكون يعني كان بكرة أنا استشهد بقولك اللي أنت استشهد بعشرة الشياب شارع الجية للحارثة الفلانية تواتر في القول وأنا أتمنى مستقبلاً عندما تتكلم عن شخصيات بسيطة نعم خذ لها حارث قوي بحيث أنها نثبت نؤرخ تاريخنا هنا تاريخ أهل البحرين شكراً لك شكراً أستاذ الله يسلمك أنت كنت من البداية موجود لأن تكلمنا الله يسلمك أول شيء مع شخص من أراد هذا الرجل عاصر سنة الطبعة سنة ها لحقت عليه أنت لا يعني ما أعتقد أنت لحقت عليها سنة الطبعة لا يقصد لحق عليه ها إيه فتكلمنا على سنة الطبعة وهي من الأحداث القديمة اللي صارت في البحرين يعني زين شخص واحد في نفس الجيل نفس المكان فنؤرخ أحداثنا إيه يعني الحين شوف بغلق قضية معني شوية بس يعني بوف الحين الدواء أطول الناس كثيرة إيه اللي حضر الدواء مو مصدقين إيه لا الدواء جاي غير أنت ما شفته أنا حجر أنا قولي أفضل من يازم أكتبه يقول حتى من اللي سوى فقاعة في الدواء من أهل الدواء يعني قولين متناقضين فإحنا لما تتخذ قضية من زمان وهذي يقول وهذي يقول وهذي يقول ممكن أن نؤرخها بتواتر الشهور نعم هذا يعني بالتحديد سنة الطبعة سويت مع هذا الشخص اللي من عراد وسويت بعد مع شخصين من كرزكان تقريبا في نفس هذا الرجل تكلموا عن سنة الطبعة وكانوا من ضمن الأشخاص اللي عاصروها ويعني وبعضهم كان من ضمنهم اللي كانوا في السفن الغوص يعني مو بس من شخص واحد من ثلاثة أشخاص أخذنا عن سنة الطبعة من شهود عيان هذا مثال بسيط يعني هذا والغيره وغيره يعني هاي شكرا ما في أسئلة في الختام نشكر الله أخي مهدي على التقديم الطيب والشيء وجوه من القرية وأتمنى أن تكون بدور ثاني لوجوه من مدارسنا والمدرسين يخدموا البلد وعندهم يعني تجارب ثرية وغنية إن شاء الله وشنو طلعوا من أجيال بعد وشنو دورهم الحين الأجيال اللي خرجوا من تحت أيديهم فأتمنى تكون بهالمهمة شكرا جزيلا وأنا أشكر مرة ثانية جمعية المنبر التقدمي وأشكر الحضور جميعا ومناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك هنيكم بهذه المناسبة السعيدة كل عام وانتم بخير شكرا